بلغنا عن إصابة عند الجيش فوق عند على المفرق. وصلنا هنا هجم علينا الجيش ما قدرش يعطينا إياها، حتى من السيارة ما خلناش ننزل، رفع علينا السلاح كان بيطخ علينا، اضطرينا نخلي الموقع عشان سلامتنا. والإصابة لحد الآن إحنا مش عارفين شو وضعها، وهو حاليا معتقل. كم عمره؟ يعني 12 أو 13 سنة طفل. كل صار زي ما انت شايف دمار هارك، اكثر من هيك ما في. هذا اللي صاير، هي طلع صوره وشوف اتفرج عليه. انا كنت اسوي قاعد بعمر في البسكريتين، قاعد بعمر في البسكريات، ونزلنا الاحجار على راسنا وقلنا الحمد لله شردنا، وبعدين قلنا يمكن مات الفضار يلحق رجعنا، لقينا الحمد لله شايف كسور والحمد لله رب العالمين. والله يا عمي ما بعرف ايش بين، ايش تبين؟ تبين انه دمار هارك. ايش ده ما 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 حصلش في الكون اللي بيحصلها، والله ما حصل يا رجل. يعني واحد صاروخ صغير صغنون على قد البني ادمين، بس هيك هذول الصواريخ يعني مربعات بخذ، ان شاء الله يشوفوا اللي احنا شفناه، بس اكثر من احسن هيك يجربوا اللي احنا جربناه فكر عشان يعني يحسوا بينا. والله نشكو في جرار غاز يا اطلع برا، اطلع برا في جرار الناس، اطلع برا ما تعطل كلنا. اسمع